مرحب بكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مبادرات وطنية. هذا البرنامج الذي عودناكم دائما لأن نستضيف في نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن الغالي. فكرة برنامج مبادرات وطنية هي الاطلاع على كيفية بناء الدولة الحديثة وأيضا استمراريتهم مع جلالة الملك عبد الله الثاني الملك المعزز للتنمية ورفعة الشعب الأردني. رح ناخذ المشاكل رح نجد لها حلول من خلال أصحاب الرأي وأصحاب الفكر من عملوا في القطاع العام وأيضا في القطاع الخاص حتى تبين نقطة مهمة بركز عليها دائما جلالة الملك اللي هي الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. أعزائي المشاهدين الكرام رحوا معي الآن بضيفي وبهذا اللقاء الخاص مع سعادة السفير السابق في الولايات المتحدة من 2002 إلى 2007 له سعادة كريم قعوار الذي مارس العمل العام والعمل الخاص. بداية كل الشكر والتقدير والاحترام لكم سيدي. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا سيدي. يعني لو بدنا نعرف السادة المشاهدين وأنتم أغنياء عن التعريف، لكن بدنا نعرف بضيفنا كريم قعوارة حفظا للألقاب، يعني بلهجة أردنية اللي يفهمها المواطن اللي الآن بيشاهد الحلقة. من هو كريم قعوارة من مصر؟ الله يخليك. شخص متواضع طبعا، يهمه خدمة المجتمع، خدمة الناس. أنا من الناس اللي بجوز محظوظين إنه تلقيت تعليم، يعني أنا تخرجت من الجامعة في عام 87 وبجوز من تخصص إدارة مالية وعلم حاسوب بالـ87. من أي جامعة؟ من جامعة بوسطن كوليدج. طبعا أيامها اللي كانوا يدرسوا علم حاسوب كانوا محدودين، كان علم جديد، أجهزة الكمبيوتر كانت حديثة. يعني اليوم اللي بنحمله نحن جهاز الموبايل في يدنا فيه طاقة أكثر من الأجهزة اللي كانت تعبي غرفة كاملة. لغة بيسك بالضبط. فاللي ما كان في ويندوز أصلا، صحيح. فاللي كان شاهد على تطور التكنولوجيا السريعة خلال الثلاث عقود الماضية، فبعتبر حالي يعني محظوظ انه قدرت اشوف هذا الحكي وشفنا اليوم وين وصلنا. وصراحة انا كلني امل انه الشباب والصبايا الاردنيين بيقدروا يستغلوا هذه التكنولوجيا لحتى يحدثوا نقلة نوعية في المجتمع الأردني. صحيح. لكن سيدي دعنا نعود إلى الماضي قليلا، يعني نحكي عن آل قعوار عام 1800 وأعتقد وطبشة، يعني مش عارف قديش، بس نحكي عن آل قعوار واستقرارهم بالأردن. الله يخليك. يعني ما بقرأ لنا الأردن. تسلم. ولا. الله يخليك. يعني العائلة تنحدر من الغساسنة. الغساسنة أصولهم في الجزيرة العربية، صحيح، في اليمن في التحديد. الغساسنة يعني كانوا في اليمن، وكان في تطور في اليمن آنذاك، وكانوا يبنوا سدود للزراعة، ومن أشهر هذه السدود سد مأرب. لما انهدم سد مأرب
كانت تقرض البنوك الدولية يعني اليمن هذا. فهذه القبائل انتقلت من اليمن السعيد إلى حوض حوران، هي منطقة طبعا بين الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بلاد الشام سماها قديما بلاد الشام. فطبعا نحن إذا بنحكي، أنا أحكي على جدي أمين قعوار، هو من أول الأشخاص اللي سكنوا في عمان يعني في فترة 1920s لما تأسست إمارة شرق الأردن. أمير عبد الله، أمير عبد الله المؤسس. طبعا كان عمه دكتور طنوس قعوار هو من أول الأطباء اللي مارسوا مهنة الطب في الأردن. أخوه لجدي باز قعوار هو المؤسس للبريد الأردني، وجدي كان من أول الصيادلة في الأردن، أسس صيدلية الإمارة، وكان الصيدلي الخاص اسم إمارة يعني طبعا صيدلية الإمارة، وكان الصيدلي الخاص لجلالة الملك عبد الله المؤسس. طبعا في الصيدلية، هي الصيدلية كانت أكثر من مجرد صيدلية ليخلط فيها الأدوية ويحضر الأدوية، هي كانت كمان ملتقى للمفكرين. هي الصيدلية كانت في شارع الرضا في وسط البلد في عمان قرب المسجد الحسيني، في مفترق طرق هناك اللي هو شارع الرضا وشارع السعادة. صحيح. فشارع الرضا هو كان موقع الصيدلية وسط البلد. وسط البلد طبعا الصيدلي أو العلاج اتطور وصار الاعتماد على تحضير الأدوية أقل، صارت الأدوية تيجي جاهزة. فجدي قال أنا كيميائي، أنا هذا اختصاصي، مش اختصاصي أبيع. صحيح. يعني إشي مستحضر خالص. أنا بعمل الدواء يعني معنى آخر. طبعا. يعني ما بدي يجيني جاهز. صحيح. فكان له اهتمام كبير بموضوع جيولوجيا، وطبعا أيام جيولوجيا كان يعني ميال لها. هو كان طبعا جزء من دراسته. فهو كان اهتمامه يبحث عن النفط. في هذاك الزمان بلش اكتشاف النفط في إيران، في البحرين، في السعودية، وكان هو اهتمامه انه ليش ممكن نكتشف كمان النفط في الأردن. ايامها الحاكم البريطاني قال له هذا الموضوع محصور للإنجليز، دور لك على شغلة تانية. يعني جنب وقال له انه دور عن نفط ما في من الاخر، يعني خلينا نحكيها بلهجة عامية. صحيح. وجهه للقطاع الفوسفات، فاخذ اذن للتنقيب عن الفوسفات. جدي ايامها كانت موارده محدودة، طبعا طالعين من حرب العالمية الاولى، فالأوضاع كانت صعبة. الأردن بلد صغير كان طبعا بعدد سكانه بإمكانياته، بس كان في خط سكة الحجاز، فهو كان يتبع السكة ويشوف القص في الجبل يعني في مناطق معينة، ويأخذ عينات من التربة ويفحصها. فأول ما اكتشف الفوسفات طبعا، فهو كان له علاقة بكونه في مجال المختبرات، فكان عنده علاقاته انه يقدر يفحص هاي التربة. فأول ما اكتشف الفوسفات عام 1935 في منطقة رصيفة. رصيفة صحيح، مناجم الفوسفات. صحيح. يعني جدك هو أول من اكتشف الفوسفات في الأردن. نعم. وأسس شركة مناجم الفوسفات الأردنية. ومؤسسها أيضا. نعم. للشركة. كل الفضل يا سيدي، يعني الفضل على الأردنيين كثير مش شوي، موردنا الأصلي هو الفوسفات. فطبعا هو كان دائما حلمه أنه ما ينباع الفوسفات مجرد كمادة أولية تصنيع، وإنما يتم تصنيعه
وطبعا اليوم في عنا يعني مستحضرات كبيرة اللي ممكن تنتج من الفوسفات، ولسه الأمل إنه الأردن يقدر يصنعها محليا، لأنه وقتها التصدير بيكون بقيمة أعلى. لأنه هاي ميزة مطلقة لنا إنه نتمتع بوجود كميات كبيرة من الفوسفات. صحيح. لازم يكون غذائنا وشرابنا من الفوسفات أصلا. سيدي أنا ميزة جميلة جدا، لأنه اللي قبلنا أتوقع على المغرب فقط. صحيح. المغرب وإحنا نجي رقم اثنين. والله بجوز شوي تراجعنا، لأنه السعودية اليوم دخلت على الخط وعم بتجو. صحيح. أظن اليوم الأردن نحن بالمركز الخامس عالميا. بس طبعا نحن مش لازم بس نعتمد على الثروات الطبيعية اللي عندنا، بدنا نستغل ثرواتنا الإنسانية. يعني شعبنا العقل والعقل الأردني. على كل حال، هو كان يتم شحن الفوسفات ما قبل 1948 عن طريق ميناء حيفا على البحر المتوسط. ما بعد 48 ما كان في، بعد ما دخلت اسرائيل فلسطين. صحيح. ف 48 العقبه كانت مجرد مرفأ للصيادين. فهون انا والدي كان طبعا يشتغل مع جدي، اللي كان هو ومجموعه لهم دور كمان في تاسيس ميناء العقبه كمينا، فطبعا بهدف تصدير الفوسفات اساسا، بس طبعا بهدف كمان فتح ميناء لاستيراد المواد الاساسيه اللي يعني هيئوا الميناء العقبه. صحيح. وطبعا جدي كان بيحتاج في عمله لمهندس مناجم اللي هو عمي الله يرحمه، ووالدي كان درس محاماة لأنه كان في أمور قانونية لازم ضرورية، كل واحد من العيلة قانوني يعني يعرف الصح من الخطأ وقانونية النشاط التجاري أو غيره. صحيح. في ذاك الزمان توجهوا للدراسة في بريطانيا في جامعة لندن. طبعا أيامها كانت السفر مش بالسهولة اللي موجودة عندنا اليوم، موجودة حاليا. فهم راحوا لبور سعيد في مصر. وأخذوا سفينة مع الجيوش البريطانيين العائدين من الهند، فركبوا معهم في سفينتهم لبريطانيا. قعدوا طبعا 4 سنوات هناك في بريطانيا. في بريطانيا كانت هاي ما بعد الحرب العالمية الثانية، يعني بعد 45. بعد 45، وكان كانت الظروف صعبة جدا. والدي تصادف في بريطانيا مع وصف التل الله يرحمه. وبذكرني بقصة، كانوا أيامها الأكل كان محدود بعد الحرب العالمية الثانية، كان كل طالب يطلع له كوبونات يشتري، يعني كل شخص كل طالب له كوبون يشتري غرض معين. فشخص طالب يشتري رز، واحد يشتري لحمة، واحد يشتري باذنجان، يجتمعوا مع بعض ويعملوا مقلوبة. أيوة. يعني كوبوني أنا بأخذ رز، هذا بأخذ مثلا دجاج أو لحمة إلى آخره الثاني. طبعا هاي الأيام اللي إحنا بنسمع عنها الحمد جميلة لله. جميلة جميلة. يعني جميلة ما يعني اضطرينا إنه نمر في هاي المراحل. بس أيام يعني أيام الشاقة دائما بتظلها في وجدان الإنسان. لو تعرض لمسألة شاقة أخرى أقل منها ما بعطيها اكتراث، لأنه مر في أقصى الظروف. صحيح. بس إحنا بشكل عام يعني الشباب في الأردن عايشين في نعيم مقارنة. صحيح. مع التاريخ الماضي. صحيح. فهذا يا سيدي يعني وصلنا لبجوز عام 1952-53 اللي أيامها اللي بذكر التاريخ، كان جمال عبد الناصر في مصر
وقام بتأميم قناة السويس وشركات عديدة اللي كانت ملك للقطاع الخاص. فصار في ضغط على جدي آنذاك انه لازم يعمل اكتتاب عام لشركة الفوسفات بدينار قيمة الاسمية. فطبعا هو كل الجهد اللي حطه في الشركة في هاي الفترة اللي هي بتزيد عن 15 سنة ما اخذ العائد على جهوده وعلى اكتشافه. بس طبعا هو بالنسبة له خدمة الوطن كانت اهم من اي شيء. انا بحكي لك شو العائد. العائد ان شاء الله عند ربنا يكون في الجنة، لانه الله يخليك زرع وبحث ودفع من جيبته تعب للأجيال القادمة اللي احنا استفدنا منها. هاي الكل بدعي له بالرحمة يعني. الله يخليك. ثروة هائلة اكتشفها. وايضا يعني مش عارف كيف بدي اوصف. كل بيت بدخله ان شاء الله لو قرش من عائدات الفوسفات اتوقع انه هذا بمثابة صدقة جارية. الله يخليك سيدي، هذا من لطفك. نحن بس ايمانا منا طبعا انه نحن كعائلة يعني بهمنا بنحط مصلحة الوطن قبل مصالحنا الشخصية، وبالنهاية هي المصلحة للجميع يعني. فيا سيدي والدي لما صار هذا التطور قال انا بهمني اخرج عن موضوع الفوسفات، اللي هو كان حابب انه يصير مدير عام للشركة واشتغل فيها لفترة قصيرة بالضبط. فهو شاف انه في فرصة له في الملاحة فتوجه لقطاع الشحن، وطبعا بالاضافة لتأسيس ميناء العقبة. هو كان له اتصال مع الشركات الدولية لتمثيلها. فالحمد لله اليوم المجموعة عندنا من المؤسسين لقطاع النقل البحري في الأردن. وأيامها مثلا حتى تصل من عمان للعقبة كانت تأخذ بالجيبات 10 ساعات أو 11 ساعة، وإذا مطرت الدنيا سكرت الطرق لأنها كانت ترابية. وحتى لما يجوا يصوروا فيلم لورنس العرب في الستينات استأجروا الجيبات للأطقم من الشركة، لأنه ما كان كانت مجموعة قاوعة. صحيح، لأنه كانت الآليات محدودة في الأردن يعني. صحيح صحيح، لسه بداية بناء الدولة كانت. صحيح. يعني ما في شوارع، ما في خطوط رئيسية، حتى مين العقبة والدك اللي أنشأوا من الأشخاص اللي اشتغلوا مع بعض يعني. هو توجه إلى النقل والتجارة، خلينا نحكي البحرية. صحيح، هو اللي أسس مجموعة قعوار. هو شركة أمين قعوار هو اللي أسسها باسم والده، وطبعا إخوانه كمان كانوا مشاركين معه. شركة أمين قعوار بالضبط. فهي يعني هي العمود الفقري لمجموعة قعوار، اللي طبعا شعبنا في عدة أمور. هي تطور حياة أكيد الواحد يشعر. أكيد، بس الأردن بحكم صغر اقتصاده بتلاقي إنه بسهولة بتقدر تجد فرص وتتشعب في مجالات مختلفة. صحيح صحيح. فطبعا دخلنا نحن في موضوع التأمين اللي هو مرادف يعني للشحن. في طبعا حاولنا في قطاع الصناعة، وبجوز نحن كنا مساهمين في مصنع دهانات ومصنع تعليب. بس كمان لازم الواحد يعترف انه هو مش شاطر في كل مجال طبعا، وبالتالي في قطاع الصناعة نحن ما نجحنا. وطبعا هذه كان اخر استثماراتنا في الصناعة. دخلنا طبعا في السياحة والسفر، والحمد لله اليوم نحن من اكبر الشركات المستقطبة للزيارة الوافدة. صحيح، من خلال السفن السياحية، وأكبر عدد من السياح اللي بيزوروا مثلا البتراء.
ما شاء الله عليك يا سيدي. هلا طبعا نحن بجوز يعني بس السؤال متى انشأت شركة أميقة عواء؟ اي عام تذكر؟ يعني اليوم السنة احنا بنحتفل في العام 62 لتأسيس الشركة. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم؟ هذه السنة يعني. ما شاء الله يا سيدي. فطبعا شركة عريقة، وصراحة احنا اللي كمان نعتز ونفتخر فيه انه في عنا من المدراء اللي بلشوا معنا من ايام تأسيسها وما زالوا اليوم مستشارين للشركة. يعني هاي الرحلة لوالدك ما شاء الله عليها كانت من أعظم رحلات، تنقل من الصناعة إلى النقل البحري، يعني في فكر عنده، في شعور أنه الأردن يمتلك الكثير الكثير برغم من موارد الشحيحة. الاستثمار في العقل الأردني كان المبدا الأساسي عنده 100%. يعني اليوم كريم قعوار، الله يخليك، والله كريم قعوار بيعتبر حاله شخص محظوظ انه انعطى فرصة للدراسة كمان يعني في الخارج. بجوز انا قصة بسيطة يعني قبل كل شيء سيدي، شو سر تحفظك عن موضوع سنة الولادة يعني، ولا ما بدك تبين انك بالعكس يا سيدي، انا مواليد 1966 في عمان، وطبعا انا كنت طالب يعني عندي فضول، بهمني دائما اتعلم شغلات جديده. هلا بجوز كان في تحدي مع نظام التعليم اللي هو التلقين. انا ما كنت شاطر في الحفظ، التلقين يعني فصعب اني انا احفظ واسمع، يعني هذا كان بتطلب جهد. واليوم في مجال التعليم بيقدروا يعرفوا كل شخص وين نقاط القوة وين نقاط الضعف. مظبوط صحيح. واللازم نحن نظام التعليم عندنا يركز على مراكز القوة ويعززها. أكيد. لأنه مش ممكن الشخص يكون قوي في كل شيء. صحيح. فهذا كان إشي مهم. بس بجوز يعني درست الابتدائي والإعدادي في عمان. في عمان طبعا، وتخرجت توجيهي علمي من مدارس طبعا في عمان. هلا بجوز من حظي انه مرة كنا مسافرين على بريطانيا سنة 90 90 في فترة الصيف، رايحين على لندن وانا قاعدين نحن بشقة، وصل طرد. هلا كنت انا عم بورجي والدي مجلة، في كان كمبيوتر صغير اسمه سينكلير X91. فبقول للوالد هيك على يعني فتحت المجلة على الطيارة ولا هو صفحتين، بقول له شوفي أبا في كمبيوتر بمبلغ زهيد، يعني أيام كان 70 استرليني. فقال لي أبا طيب ليش أشتري لك يعني هدية اليوم، إن يعني في مناسبة هو عيدك ملت إشي، فإنه لا ما بطلع لك جهاز. فيوم أنا قاعد بهالشقة ولا بوصل طرد مكتوب عليه كي قعوار، قلت ايه هذا الي، هنشوف. فتحت ايه ولا هو جهاز الكمبيوتر. فهذا الجهاز كان هو بسيط جدا، كنت تشبكه على التلفزيون، كنت تستعمل مسجل الكاسيت لحتى تخزن عليه. صحيح. فاخر النهار اجا والدي، طبعا انا حضنته قلت له يعني انت اعظم والد في العالم انك جبت لي الهدية اللي كنت احكي لك عنها. فقال لي هدية ايش؟ قلت له الجهاز هذا اللي ورجيتك اياه بالمجلة. قال لي لا مش انا اللي طالب لك اياه. ايه طب قلت له ورجيته الكرتوني كي قعوار. قال لي هذا اكيد عمك كامل قعوار هو اللي طالب الجهاز. قلت له طيب صرنا فاتحينه ومشغلينه. شو العمل؟ قال لي خلص يلا ما زال شغلته للجهاز، وطبعا بدون ما انا اخذ
يعني قريت المانيوال وشغلته على هذا الأساس. فقال لي يلا بنشتري لعمك واحد جديد وهذا خلي لك اياه. وصراحة هاي صارت بداية الشغف بموضوع التكنولوجيا. ومن هذا الجهاز انتقلنا لجهاز الأبل أيامها، وصراحة معلومات والاتصالات. فكان تحدي بالنسبة لنا، واحد انه احنا كشركات أردنية نشتغل مع بعض نتعاون في وضع خطة طويلة الأمد. فمن هنا اجت مبادرة ريتش، هي طبعا كلمة ريتش للوصول يعني؟ للوصول، بس هي طبعا بالانجليزي هي احرف بتدل على انه بدنا نعمل بيئة تشريعية اللي تحمي الملكية الفكرية. انطلقت المبادرة من الأردن؟ من الأردن. خلالك؟ أنا ومجموعة كبيرة يعني. بس يعني كان في نحن يعني أيامها كنا حوالي 40 شخص اللي اشتغلنا. نظرة مستقبلية رائعة كانت. صحيح. وجلال سيدنا طبعا بحكم خلفيته العسكرية قال معكم شهرين ترجعوا لي بفيدباك. فنحن قدمنا اللي قدرنا نسويه بشهرين، اللي هي ريتش. ريتش بس شو الهدف من فكرة ريتش، او شو الاهداف المرجوة منها يعني؟ هلا كان الهدف انه نحن في عنا شباب اردنيين معلمين مثقفين عندهم قدرات وخبرات، ممكن احنا نسخرها لحتى نصنع صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردن. صناعة التكنولوجيا المعلومات اللي هي تطوير البرمجيات. طبعا اليوم أي شخص عنده جهاز كمبيوتر بيقدر يطور برمجيات طبعا، بس نحكي عن البداية هي الأصل. ما بده خط إنتاج، ما بده طاقة صحيح كثيرة. فممكن يعني اليوم اي شخص في بيته يبلش يطور برمجيات، وما شاء الله عليهم يعني اليوم طلاب في المدارس يعني فهمانين على الموضوع. فمن هون اجت هاي الفكرة. طبعا جلالة سيدنا اول عرض قدمناه قال لي اخواني يعطيكم العافية بس هذا شعر، انا بدي خطة عمل، بدكم تقولوا لي شو الاجراء المطلوب، مين الشخص او الجهة المعني في تطبيق هذا الاجراء، والعامل الزمني المطلوب، ما بنقدر نحن نتركها مفتوحة. فرجعنا كمان اشتغلنا على خطة عمل كانت واضحة، ومن ضمنها مثلا كان تحويل وزارة البريد والاتصالات الى وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. كان الغرض منها هو تحرير او فتح قطاع الاتصالات بحيث يكون عندك اكثر من شركة تنافس. صحيح. وهذا اللي صار يعني. الاردن في فترة كان اكثر دولة في المنطقة متطور في الاتصالات. اليوم بجوز الاسعار اللي احنا بندفعها كمشتركين في شركات الاتصالات هي بجوز الاقل على مستوى العالم، طبعا مقابل خدمة مميزة. بس احنا صار في عنا يعني قطاع اليوم اللي عم بيطور برمجيات، وكان في قصص نجاح كبيرة، والامل لسه اكبر انه الاردن بامكانه ينتقل من فترة اللي هو الاقتصاد المبني على المعلومة. أنا قرأت عن موضوع ريتش 2025 أعتقد. بالضبط. فرجعنا من حوالي يعني سنتين. بستذكر صحيح. الموضوع أنه 2025 تكونوا حققين النظرة العامة كاملة. بالضبط. بحيث يكون في عنا نحن في الأردن في 2025 اقتصاد رقمي. اقتصاد رقمي. اليوم اللي هو من ضمنه الحكومة الإلكترونية. مظبوط. صحيح. اليوم أي معاملة بيني وبين الحكومة ممكن يتم إنجازها عن طريق جهاز المحمول. مظبوط. صحيح. فعلى تطبيق معين، مش ضروري أنا أروح أراجع، خاصة اللي ساكنين في المحافظات. صحيح. يعني كل ما بده يعمل
يعني معاملة. حتى شهادة عدم المحكومية تصدر من خلال الموبايل يعني. طبعا كانت تغلب الناس ودور بالضبط الآن عن طريق الموبايل بالضبط. يعني بالضبط. وسائل التكنولوجيا ساهمت في تسريع الخدمة طبعا للناس. طبعا أبدعت في هذا المجال. احنا 2025 شو مطلوب من كل 2025 كريتش؟ هلا طبعا في مطلوب تسهيل تبسيط الاجراءات. يعني اليوم نحن العائق الاكبر هو التعقيدات اللي موجوده قصدك الروتين في اي مجال اعمال اللي هي البيروقراطيه. البيروقراطيه اللي يعني بصراحة كانت بيئة طاردة للمستثمرين للأسف. للأسف اليوم إذا نحن بنحكي على بالأردن على تسهيل، يعني كيف أنا بدي أسس شركة اليوم مظبوط بالأردن أنا بقدر أسس شركة خلال ساعات، بس بعدين بدي رخصة عمل، بدي أو رخصة مهن، بدي لازم أكون مستأجر، بدي بقدرش افتح حساب بالبنك غير يكون عندي. فهاي الامور اللي هي بتاخد وقت طويل. وغير هيك اللي كان بده يعني لحد الان انا بحكي لك اياها، لو بدي افوت على دائرة رسمية وزارة معينة بدي اعطل يومي كامل. صحيح. لانه مضطر. صحيح. يا تعطل يومك بالكامل يا انك ما تحصل عليها، لكن ان شاء الله مستقبلا طبعاً. توعدنا انت طبعا. من خلالك صاحب الفكرة وانت ومجموعتك انه كل المعاملات راح تكون الكترونية ان شاء الله، وفي جدية من الحكومة ان شاء الله. في تعاون بينك وبين مجموعة ابو غزالة في هذا الموضوع؟ طبعا العم طلال ابو غزالة، لاني في مقابلتي له ذكر عن هذا الموضوع انه كل شيء راح يكون الكترونيا. هذا الحكي قبل سنتين او سنه تقريبا. هذا الامل طبعا الحكومه من خلال وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن خلال وزاره تطوير العمل العام عم بيشتغلوا مع عدد كبير من الشركات لحتى يطبقوا. يعني في عندك اكثر من 108 خدمه ما شاء الله اللي ممكن موجود. تقدم إلكترونيا. هلا الجزء جزء لا بأس فيه، بس طبعا الجزء الباقي انت بدك تصل رقم 108. هذا طبعا من الحكومة بجوز تزيد كمان الخدمات هذا بال 2025 ان شاء الله. اذا مش قبل لا امل انه قبل ان شاء الله. ان شاء الله يكون الوضع اسهل وان شاء الله يقدم قبل 2025 ان شاء الله. ان شاء الله من 2002 ل 2007 سفيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، واحنا بنعرف انه السفير لما يكون في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية يتمتع بالدبلوماسية الشديدة وايضا البروتوكولات الخاصة، والاهم من ذلك انه كيف يقدر يتسق يعني الحمل عليه كان بالنسبة لسفير في الولايات المتحدة الأمريكية. تحكينا عن التجربة الدبلوماسية وكيف كان عطائك فيها؟ أول شيء كان شرف كبير. وحكينا طريقة التعيين كيف كانت يعني؟ هلا طبعا التعيين رسميا هو تعيين من مجلس الوزراء أكيد. بتنسيب من وزير الخارجية. جلالة سيدنا في مقال له مع جريدة السياسة الكويتية استعملني أنا كمثال كيف لما هو ينسب لسفير، لأنه طبعا لجلالة الملك في بعض السفارات بتكون مهمة جدا ومنها سفارتنا في واشنطن، فالسفير في واشنطن إله دور على الثقل بكمل طبعا الأدوار الأخرى. فجلالة سيدنا في هذا المقال قال إنه أنا نسبت شاب اسمه كريم قعوار، ولكن الصالونات السياسية في عمان حاربتني لأنه قالوا مين هذا الشاب وما اشتغلش سياسي ولا كان له أي موقع في أي سفارة.
والمظبوط يعني لما جاءت سيدنا بالعلن حكى انه هو اللي نسبني، هذا حط علي عبء كبير انه يعني انا التسيب جاء من جلال سيدنا، فانا صار علي مهمه انه اثبت للعالم كله انه هذا هو كان الاختيار الصحيح. انا كان عمري 36 سنه لما استلمت مهامي، وطبعا هو شرف كبير جدا انه اي شخص يقدر يمثل جلاله سيدنا ويمثل دولته في بجوز اهم عواصم العالم. وطبعا في مرحله كانت حرجه بشكل كبير، انا استلمت ما بعد احداث 11 ايلول 2001 تفجيرات نيويورك والبنتاغون، فكان الجو في واشنطن مشحون جدا. كان عندهم نية الانتقام، والحرب مع العراق كانت الحرب مع العراق يعني، وربنا الله يعني جلالة سيدنا الملك عبد الله كان بجوز أكثر رئيس دولة زار واشنطن في هذيك الفترة، أكثر من توني بلير رئيس وزراء بريطانيا، وكان دائما يحذر من الدخول على العراق. وللأسف نحن بنشوف اليوم تداعيات حرب العراق على المنطقة ككل، فللأسف يعني هذا كان الأمريكان بشكل عام يعني، ومع كل دعمهم لكل المبادرات الإيجابية هم عندهم قصر نظر محكوم بالنظام السياسي عندهم، هي فترة الولاية الرئاسية الأربع سنوات، انتخابات في الكونغرس كل سنتين، فبالتالي اليوم إذا دخلت على أي دولة وهدمتها إعادة إعمارها بياخد فترة أطول من الأربع سنوات أو حتى أكثر من سنوات. البناء نفسه. فهذا للأسف يعني كان تهور سياسي من جانب الإدارة آنذاك، ولكن رح نترحم على هذه الأيام لأنه الإدارة الحالية تهورها حتى أكبر. صحيح. وللأسف يعني تصرفات عشوائية بلقيها الرئيس ترامب تثير السخرية أحيانا، يعني قبل المواطن الأمريكي من المواطن العربي يعني بغض النظر. فالتحديات للدبلوماسية الأردنية اليوم هي أكبر، بس طبعا جلالة سيدنا في حكمته وفي تواصله مع السياسيين حول العالم شايل الهم أكيد، وطبعا مطلوب منا كأردنيين يكون نفسنا معه دائما، لأنه والله مهمة صعبة، ويعني بجوز منطقتنا أكثر منطقة مشتعلة في العالم. أنت لما تحكي الآن عن ميدل إيست أي شخص بيقول لك طبعا يعني وهذا التحدي مثلا بالنسبة للأردن إلنا اقتصاديا اليوم. صح. اليوم بنشوف حدودنا مع العراق مغلقة، حدوثنا مع سوريا مغلقة، اليوم السياحة يعني الحمد لله في تحسن، ولكن اليوم تعال اقنع سايح قاعد في دولة غربية بشوف التلفزيون قل له تعال على الشرق الأوسط يقول لك شو اللي بوديني، مثلا يسمع تفجير في تكريت بيقول لك بالشرق الأوسط ممكن تكون قريبة من الأردن ما بعرف عنها. طبعا من حقه يعني أكيد، بس طبعا للأسف اليوم هاي التفجيرات ما عادت مقتصرة على مجتمعاتنا. بالضبط. يعني بتحصل في أي مدينة كثير فيه. وللأسف كمان صار في نوع من يعني عدم الاكتراث. بالضبط. زي مع غالبية المجتمعات السابقة، مع أنه ضروري جدا، وجلالة سيدنا دايما بأكد أنه لازم نحن نعالج أساس المشكلة. اليوم ما بنقدر نحن نغض النظر عن النزاع او الصراع الفلسطيني الاسرائيلي،
اللي له أثر كبير على عدد كبير من المشاكل اللي منشوفها. أكيد. فمش هيك ضروري الحل العادل. يعني القضية الفلسطينية. الوطن البديل أو صفقة القرن أدلى جلالته تصريح وبدهم يعملوا حكومة كونفدرالية. جاوب بشكل سهل قال كونفدرالية مع من؟ مع من؟ يعني إجابته كانت يعني قاطعة. قاطعة. بالولايات المتحدة الأمريكية 2007. نعم. بعد 2007. بعد 2007 بقول أنا رجعت لعملي الخاص. للأردن. للأردن. نعم. وطبعا في تسيير أعمالنا يعني هو اللي صار مثلا بال 2008 بلشنا شركة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة ومن هون بلشنا كمان مبادرة إدامة واللي نتجت عنها إنشاء جمعية إدامة بحيث القوانين الأردنية ما كانت تسمح لأي شخص يطور مشاريع الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة من الطاقة البديلة بشكل عام. فالحمد لله اليوم هاي الشركة بتحتفل في عشر عيدها العاشر. يعني بعيدها العاشر شركة للطاقة. للطاقة. تابعة لمجموعة قعواء. نعم. ما شاء الله. والحمد لله صار كمان بالأردن ما يزيد عن 1400 شركة. تشتغل في هذا المجال فصار في قطاع صار في استثمار واليوم طبعا نحن بهمنا تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية واليوم اللي هو بيساهم في تخفيف العجز المالي وكل ما قطرة النفط الباهظة 100% صحيح. يعني من خلالك أوجدت أيضا شركة للطاقة وأيضا جمعية إدامة و أنت الآن مدير لهذه المجموعة؟ أنا والله ما بعتبر حالي مدير أنا بعتبر حالي زميل وبيجوز هو يعني الشرق العائلي فاميلي بزنس حابين عارف السادة المشاهدين أنه من هو مدير مجموعة قعواق؟ الله يخليك أنا رئيس للمجموعة بس بجوز رئيس مجلس إدارة نعم ما شاء بس الله ما شاء الله بس أكثر الله يخليك بس نجاح المجموعة هو اختيار الأشخاص المؤهلين اللي قادرين على إدارة الشركات المختلفة إدارة محترفة منفصلة عن العائلة فالعائلة قد تكون مالكة لبعض الشركات أو جزء منها ولكن الإدارة المهنية المتنورة هو هذا السوق فبالتالي يعني أي يوم أي شخص كفؤ مش ضروري يكون عضو في العائلة لحتى يحصل على منصب الإدارة طبعا لأنه دائما الإدارة الناجحة هي اللي بتؤدي الشركة إلى النجاح الأكبر مجموعة قعوار لو بشرح تشرح لنا عن مجموعة قعوار والشركات اللي منبثقة عنها والله عددها كبير وما بدي باختصار يعني أمل المشاهدين لا بالعكس والله مستمتعين الله يعني يخليك. جدا يعني أنت بتحكي عن قصص نجاح ما تسلم. بتحكي عن شيء موروث إلى آخره لا بتحكي عن جهد وأيضا عقل للتطور فاحنا قاعدين نستفيد منك يعني بكل صراحة تسلم الشركة اليوم أو كمجموعة فيها عدد لا بأس فيه من الشركات في مجالات مختلفة في مجال الشحن اللي تحدثنا عنه في مجال الأعمال اللوجستية اللي هي تخزين نقل بري طبعا بيشتغلوا على مشاريع كاملة بحيث انه تستلم توريد المواد من الألف للياء في وقتها وفي حينها بحيث ما يتأخرش أي مشروع
المجموعة بتضم لشركة أو في السياحة والسفر، شركة أمين قاوال أولاده للسياحة والسفر، زي ما تحدثنا على شركة قاوال للطاقة. يعني بهذه المناسبة حاب أحكي، يعني إحنا فريق العمل متوجهين إن شاء الله بعد أسبوع إلى الإمارات العربية المتحدة حتى نلتقي بالأردنيين الناجحين هنالك إن شاء الله. فإن شاء الله الحجز بيكون عن طريق إن شاء الله. بشرفنا يا سيدي. كمان مساهمين في شركات ومنساعد في نجاح هذه الشركات، منها الشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية. الشركة الوطنية هاي لإدارة التأمينات الصحية بدي تشرح لي عنها شوية حتى المواطن نفسه يروح نحكي. هي شركة نات هيلث. اليوم هاي الشركة بتتعامل مع شركات التأمين اللي بتوفر خدمة التأمين الصحي ومع صناديق التأمين اللي بيديروا الشركات هذه الصناديق منفصلة. فهو بيتم التعاقد مع الشركة الوطنية لإدارة هذه المحافظ بحيث أنه بتوفر الخدمة أفضل للمراجعين اللي بيستفيدوا. يعني شركة النات هيل هي عبارة عن شبكة تربط المقدمين للخدمة الصحية سواء كانوا مستشفيات، أطباء، صيادلة، مكتبرات مع شبكات التأمين، مع شركات التأمين، مع شركات التأمين. يعني بإمكانه أي شخص يروح يأمن تأمين صحي عن طريق شركة التأمين. بالضبط، بإدارة نات هيلث. فنات هيلث هي الوسيط اللي تتعاملوا مع شركات ولا ممكن فرد أو عائلة؟ لا، هي عادة مع شركات، بحيث انه انا لما يعني اروح عند الطبيب، هلا هو النظام في نظام تكنولوجيا طبي اللي هو بتعرف على شو كان التشخيص، شو كان شو العلاج اللي انصرف، شو الدواء. وبحيث انه للاسف هو لما يكون في تامين في ناس بيحاولوا يستغلوه طبعا من كل الجهات. يعني احنا ما بنعيش بمجتمع ملائكي، يعني لكن بتلاقي سيدة بتلد 3 مرات في 9 أشهر. فبيكون مثلا طبعا أختها أو جارتها بتستفيد من التأمين الصحي اللي عندها. بس طبعا هذا قد يؤدي إلى خطر كبير إذا كانت أي سيدة عندها حساسية وعطوها دواء السيرة المرضية عفوا. يعني بالضبط، ففي خطر كبير طبعاً في هذا الإجراء طبعاً. وطبعا في أمراض استغلال كمان بيصير بالعلاج اللي ما إله يعني داعي أو آني. يعني أنا رحت عند طبيب وأنا مغطى بالتأمين 100%، بقول له والله عندي وجع راس، بقول اعمل شو اسمه MRI المغناطيسي. طيب هذا، طب بجوز أنا حبة أسبرين تحلين لي المشكلة يعني. وطبعا أمراض هاي الإجراءات كمان ممكن تعرض المرضى لخطر، لأنه إشعاعات إلى آخره إذا كان إكس راي أو إلى آخره. فكل حال فنحن يعني أنا نحملها رسالة توعية من خلالك إنه لهم أمن صحيا، ما بعطي بطاقته لشخص آخر، لأنه سيرتك المرضية مولودة إذا كان معك ضغط، سكري، هشاشة العظام، مشكلة في العقل، مشكلة في الدم، فممكن إنه يتعرض. لكن سيدي، هل في شركات أيضاً لها دور بثقة؟ بجوز آخر شركة اللي هي شركة آيريس جارد اللي هي طورت بصمة العين. تطوير بصمة العين اليوم هاي من خلالكم؟ هاي والله احنا شريكنا عماد ملحس هو المدير التنفيذي. هاي الشركة طورت بصمة العين، واليوم شفنا انه في تحدي كبير عندنا بالأردن اللي هو موضوع اللاجئين السوريين. صحيح. فمن خلال هيئة الأمم والمفوضية العليا للاجئين
سجلوا كل اللاجئين السوريين ببصمات عيونهم، وهذا سمح لهم يروحوا على البنك على الصراف الآلي بدون ما يكون عنده حساب بنك، لأنه ممنوع للاجئ يفتح حساب بنك، بدون كرت، بدون رقم سري، مجرد بعيونه بنظر على الصراف الآلي بيفتح له شاشة خاصة بيقول له أنت لاجئ رقم كذا كذا، ما في أي معلومات تانية، إلك 100 دينار من المفوضية، إلك 20 دينار من برنامج الغذاء العالمي، إلك 30 دينار من يونيسف لأنه عندك 3 أولاد، إلك الصليب الأحمر الألماني بده يدعمك قبل الشتوية بده يعطيك كمان 10 دنانير، وزر اسحب كل المبلغ، وهذا اللي عادة بيصير. فهذا طبعا أول إشي ساعدت أنت اللاجئين واللي هن الله يعينهم على الوضع اللي هن فيه، بس كمان أنت ساويتهم كمستهلكين، هو بقرر كيف يصرف هاي الأموال أكيد يعني، وطبعاً رائعة جدا، وطبعا وبهمنا إحنا دعم المجتمع المحلي. هاي الخدمة بصمة العين من خلالك طبعا. فتم تسجيل اليوم اللاجئ السوري بيقدر كمان يفوت على تزويد مول سامح مول يشتري أكله على الكاش، يدفع بعينه من حساب برنامج الغذاء العالمي. ومؤخرا قمنا بتطبيق البلوكتشين اللي هو اليوم من خلال البلوكتشين صار اللاجئ وبرنامج الغذاء العالمي يدفع مباشرة للبائع ويوفر في العمليات المصرفية. بس كمان اللاجئ السوري صار عنده سجل اللي إذا انتقل لأي دولة تانية عنده تاريخ معاملاته. وطبعا اليوم كمان صارت موجودة على الهاتف النقال، كانك تفتح جهازك، فهذا الجهاز خاص فيه كاميرا خاصة لبصمة العين اللي هو شركة آيريس جارد. آيريس جارد اللي اليوم أنا بقدر طبعا كمواطن أردني أقدر أفوت عن طريق الأحوال المدنية من عيني، بقدر أعرف رقمي الوطني وأتعامل مع الحكومة إلكترونيا بحماية كاملة لمعلوماتي اللي ما بقدر أي شخص تاني يفوت عليها غير بعيني. فاليوم تخيل مثلا أنا بدي أبيع قطعة أرض، أروح على دائرة الأراضي والمساحة بيقول لي انت البائع وانت مالك الارض وانت بدك تبيعها، بيعها بعينك عشان اتاكد انك انت اللي بعتها مش بوكاله مزوره او غير حقيقيه. فهي حمايه للاملاك، يعني تطور تكنولوجي هائل هذا. وبنفتخر وبنعتز انه شباب اردنيين اللي طوروا هذه التكنولوجيا. جلالة المغفور له ملك البنك حسين طلال رحمه الله في 86 قال الإنسان أغلى ما نملك بالفعل. هل تطبق؟ الله يخليك الله يخليك. والله الشباب يعني حديث معك ما بده ساعة ولا ساعتين، بده يوم أو حتى نتحدث بالتفاصيل، لكن تضامنا مع التفجيرات اللي صارت في الفيس وأيضا الصوت، كلنا يعني نسيج وطني واحد، وكل أردني هو رجل أمن. وبدي منك كلمة للشعب الأردني، لقائدنا الهاشمي، أيضا لجنودنا المرابطين حول ثغور الأردن، صيف شتاء برد الله يكون بعونهم، وأيضا أجهزتنا الأمنية الداخلية الساهرة على نوما هنيئا وأيضا اطمئنانية في الوجود، وبالذات فرسان الحق اللي هم في جهاز المخابرات العامة. راح أترك الكاميرا معك والمايك. الله يخليك سيدي. احنا بنفتخر وبنعتز بالنشامة حامين الوطن، يعني هذا الوطن الغالي
ولا أردني نشمي بسمح لأي واحد يمس بأمن وأمان هذا الوطن. هذا واجب علينا، وهذا أغلى شيء نملكه في الأردن. طبعا مطلوب منا إحنا كأردنيين يكون الحوار موجود بيننا، بحيث نحن نقدر نناقش أي مشكلة عنا، ومن خلال الحوار نقدر نصل لحل. والأمل إنه كل شخص فينا بيقدر يحدث تغيير، بيقدر يطور. وهذا المطلوب، إنه نحن نبني هذا البلد وما نسمح لأي جهة تحاول على هدمه. فما كنا نحرم أنفسنا 100%. من إنجاز لإنجاز. الله يخليك. الله يخليك. عافية جهودك جبارة ومشكورة. تسلم، شكر لكم. هاي ما رح تكون أول آخر زيارة أكيد. الله يخليك. هذا بشكرك وبشكر دعمك لهذا البرنامج. الله يخليك. هذا شعار أنا أطلقته على نفسي. هذا الوطن نختلف عليه ولكن صح. لا نختلف. هذا الوطن نختلف فيه ولكن لا نختلف عليه. 100% صحيح. أعزائي المشاهدين الكرام، كنا وإياكم بحوار مع سعادة السفير الأسبق كريم غوار، رئيس مجلس إدارة مجموعة غوار. الله يعطيك العافية وجهودك. الله يعافيك. شكرا لكم. شكرا لكم. بارك الله بجهودكم. حفظ الله الأردن. دمتم برعاية الله.